والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم على قناتكم، قناة أشرف القاضي. كل عام وحضراتكم طيبين وبخير ورمضان كريم على الجميع. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن شاشة أنا دايما بشوفها من الشاشات اللي لا يختلف عليها اتنين في السوق بصراحة ربنا، دايما شاشات شارب وعليها ضمان 3 سنين. طبعا الشاشة دي رشحتها لناس كتير، وناس كتير كانوا بيسألوا عنها دايما، خصوصا ان سعرها بالنسبة لشاشات ال جي وسامسونج حاليا اعلى بكتير. سامسونج وال جي سعرهم عالي جدا ومبالغ فيه، فدايما بشوف ان الشاشة دي سعرها اقل من سامسونج وال جي، وفي نفس الوقت امكانياتها موازية ليهم واعلى، لان طبعا احنا بنتكلم في شاشة اندرويد 11، وفي نفس الوقت ذاكرة 32 جيجا ذاكرة داخلية و4 جيجا رام. فبالتالي شاشة العتاد الهاردوير بتاعها عتاد عالي جدا، سوفت وير مميز جدا وسلس جدا، خواص وامكانيات عالية جدا لاستخدام الشاشة، وخصوصا كمان ريموت الشاشة. طبعا المنتج بتاعنا هو موديل او شاشة شارب 4T، المختصر بتاع الاسم هو 4T او 4T سي 50 دي ال 6 اي اكس، ده الموديل بالكامل. لكن طبعا هو الموديل المعروف في السوق هو موديل ال 4T. انا دلوقتي بتكلم عن الشاشة ال 50 بوصة من شارب 4T. طبعا العلامة التجارية بتاعت شارب علامة معروفة على مستوى العالم، ومن زمان جدا كانت في بدايات تطور التكنولوجي وثورة التكنولوجيا بالنسبة لتصنيع أجهزة الاستقبال الصوت والصورة. الشاشات طبعا مش الرسيفر، كانت الشاشات ديت معروفة جدا، وفي نفس الوقت كانت أغلى شاشات على مستوى العالم، والكلام ده بجد أغلى شاشات كانت على مستوى العالم شاشات شارب، لأنها كانت تصنيع ياباني 100%. حاليا وكالة التصنيع بالنسبة للشرق الأوسط أصبحت مع العربي جروب. الشاشة هي طبعا زي ما قلنا هي شاشة اندرويد، وكل شاشات شارب على مستوى العالم كانت اندرويد. شاشة 4K اسمها اندرويد طبعا، وكمان المقاس 50 بوصة زي ما قلنا. دقة العرض فيها هي 3840 بكسل في 2160 بكسل، دي جودة الالترا اتش دي او جودة ال 4K الحالي. نوع الارسال الارضي موجود فيها نوع بس ارضي رقمي ديجيتال، وبتعتمد كمان على رسيفر داخلي موجود فيها رسيفر داخلي، مع ان كتير من شاشات الاندرويد ما فيهاش رسيفر داخلي، يعني عدد كبير من شاشات الاندرويد في السوق ما فيش فيه رسيفر داخلي. الشاشة دي فيها رسيفر داخلي، وطبعا بنصح بعدم استخدام الرسيفر الداخلي في اي شاشة شارب او غير شارب، لان مشاكله كتير، ولو حصل فيه اي مشكلة الشاشة كلها ممكن تقف منك. طبعا الشاشة الشارب بتاعتنا النهاردة اللون بتاعها هو لون سيلفر، لون فضي وهو لون واحد. طبعا هي شاشة فريمليس بدون فريم، بتعتمد على نظام التشغيل الاندرويد، واندرويد عليها اندرويد 11 اندرويد 11، قابل للتحديث والتعديل، ودي ميزة كبيرة في الشاشة عندنا. الشاشة بتعتمد على زاوية رؤية، الزاوية الواسعة، زاوية المشاهدة ال 178 درجة الوايد انجل، انك تقدر انك تشوف الشاشة من اي اتجاه، يمين او شمال، امام اعلى اسفل، تقدر تشوفها من اي اتجاه بصورة ممتازة جدا. مستوى كفاءة الطاقة هو مستوى كفاءة الطاقة بي، مستوى بي مش ايه، فهي بالنسبة لتوفير الطاقة هي موفرة الطاقة بنسبة متوسطة. الشاشة بتاعتنا لو اتكلمنا على الامكانيات او التفاصيل بالنسبة للشاشة، طبعا زي ما قلنا اجمالي الذاكرة الداخلية 32 جيجا، ودي مميزة جدا ومهمة جدا، لاننا بنتكلم في تخزين تطبيقات من على جوجل بلاي. تقدر تفتح جوجل بلاي زي ما تفتح موبايلك كده، وتقدر تخزن تطبيقات اللي انت عايزها، فيسبوك، واتساب، اي يعني اي تطبيق بخواص الاي بي كي هتقدر ان انت تنزله على الشاشة بصورة مميزة جدا، او حتى لو عندك تطبيقات على فلاشة تقدر انك تسطبها على الشاشة وتشغل بصورة طبيعية جدا. طبعا نظام التشغيل الاندرويد الخاص بالشاشة طبعا نظام تشغيل الذكي. وطبعا الشاشة بتعتمد على تكنولوجيا صوت مميزة جدا وكلنا عارفينها، هو الدولبي اتموس. الدولبي اتموس المتوفر دايما في كل شاشات ال جي، متوفر في شاشة شارب الفور تي، مع خواص الاستوديو ساوند الدي تي اس وتقنية الدولبي فيجن. الشاشة دي تعتبر انا بعتبرها الوحيدة في العربي جروب اللي شفتها بتحتوي او تعتمد خواص الدولبي فيجن الحقيقي في خواص الصوره ودقه الاداء بالنسبه للصوره، مع كمان عندنا في
امكانيات الدخول طبعا على متصفح الانترنت جوجل طبعا كروم وغير جوجل وفايرفوكس، تقدر انك تخش على جميع تطبيقات المشاهده، نتفليكس مع يوتيوب مع برايم فيديو مع الشاهد في اي بي، مع امكانيه الدخول طبعا على الجوجل بلاي ستور لتسهيل تحميل الالعاب والبرامج، مع كمان ميزه كويسه جدا في الشاشه بتاعتنا هي ميزه المساعد جوجل الصوتي الجوجل اسيستنت، مع امكانيه تشغيل البرامج والالعاب من خلال الموبايل على الشاشة عن طريق خواص الكروم كاست. وخاصية الكروم كاست تعتبر أسرع طريقة لربط الشاشة بالموبايل على مستوى العالم حاليا، خواص الكروم كاست. طبعا خاصية التحكم الزمني في التحكم في اللي بتمكنك من إيقاف بس الجهاز مؤقت وإعادة بس الجزء المسجل، ده طبعا بيساهم في الذاكرة الكبيرة في الشاشة بتاعتنا، مع كمان إمكانيات إرسال أوامر صوتية للشاشة بدون الريموت، تقدر تكلم الشاشة مباشر بدون الريموت. طبعا تتحكم في اتصال الإنترنت لاسلكيا عن طريق الواي فاي المدمج الداخلي، وكمان عن طريق كيبل الانترنت لان الشاشه فيها فتحه لان او فتحه ايثرنت موجوده في ظهر الشاشه. طبعا مدخل الفلاشة عندك تقدر تشغل الفيديوهات والصور والموسيقى. الشاشه بنشوفها يا جماعه من الشاشات المميزه جدا في السوق المصري، وامكانيات عاليه جدا، وخصوصا ان صورتها محدش اختلف عليها بصراحه، صوره رائعه وتحفه. طبعا بالنسبه للمداخل والمخارج للشاشه بتاعتنا، الشاشه بتعتمد على مدخل جاك الار اف عشان تشغيل بس الارض الرقمي لو عايزين تشغلوه، مدخل الاريال، ريسيفر داخلي طبعا، ومدخل الاي في موجود في الشاشه الاوديو والفيديو، مع مدخل اتش دي ام اي من نوع 2.0، عندنا ثلاث مداخل اتش دي ام اي من نوع 2.0، عندنا اتنين مدخل فلاشه من نوع 2.0 ايضا، مدخل كيبل الانترنت، وعندنا امكانيه مميزه جدا بالنسبه للصوت الدولبي اتموس اللي اتكلمنا عليه، لان ده مهم جدا في الشاشه، تحس ان الشاشه صوتها محيطي مجسم حقيقي، صوت سينمائي عالي الاداء. طبعا دقه الصوت الشاشه بتعتمد على 20 واط دقه صوت، مع امكانيات كمان لتعليه الصوت عن طريق الربط بالساوند بار. ضمان الشاشه دي في مصر حاليا 3 سنين ضمان مجاني شامل من العربي جروب، وقليل جدا لما نلاقي العربي جروب بيدي ضمان مجاني شامل 3 سنين، دايما بيدي سنتين فقط، عامين فقط، حتى على شاشات توشيبا العربي اللي هي توشيبا الاساس الشركه عندهم بيدوا سنتين فقط، لكن هنا مع شارب بيدوا 3 سنين، وتقريبا ده كان يعني شرط من وكاله العربي جروب لضمان الشاشه ان لازم تكون 3 سنين داخل جمهوريه مصر العربيه. الشاشة دي حاليا سعرها 17000 جنيه مصري في معارض العربي جروب، والسعر ده انا بشوفه كويس جدا في الوقت الحالي. بالنسبة لشاشات سامسونج وال جي شاشات سامسونج وال جي اللي اسعارهم اتجننت بجد، اسعارهم اصبحت مجنونة. شاشة 50 بوصة فوجئت، سمارت في ال جي وفي سامسونج معدينا 20000 وال 21000، فطبعا اسعار عالية جدا. وفي كل فترة العربي جروب بيعمل زي تخفيضات خفيفة، مش تخفيضات يعني كبيرة جدا، لا تخفيضات بسيطة، يعني يقولوا في تخفيض 5% 10%، وبيبقى تخفيض وقتي لمدة يوم او يومين، وبعد كده بترجع الشاشة لوقتها. كل اللي بيتابع السايت بتاع العربي جروب. شكرا جزيلا لحضراتكم ودمتم بصحة وعافية. ده كان شرح سريع لشاشة الفورتي من شارب تتبع وكالة العربي جروب، شاشة مميزة جدا، ضمان 3 سنين حقيقي، وفي نفس الوقت اداء عالي جدا جدا، من افضل شاشة برشحها دايما لكل الناس اللي بيفكر يجيب شاشة ممتازة، شاشة محترمة، اداء صورة وصوت عالي الاداء. شكرا جزيلا لحضراتكم، دمتم بصحة وعافية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.